رمضان الجمعة شفوها الشرح لو خدت سباق رائع. إن شاء الله نمشي ونشوفه تحدي الأذكياء. سباق نمشي تحدي الأذكياء ندخل ونشوفه. تحدي الأذكياء كنلقاو جوج ديال الأزرار، جوج ديال الأزرار. غنشوف الزر اللون هاني المجموعة المجموعة هما هنا باش نبداو اللعب. نشوفو الزر التاني ديالك، نبغى نمشيو نشوفو التسباق على البلاي ستور. يعني نمشيو للزر الاولاني اللي غنبداو اللعبة. انا كده انا كده هرولي انا بزاف للمجموعات. كنا ربع ديال المجموعات. شوف المجموعة قلت المجموعة واحد، يعني مجموعة واحد كتلقاو يعني الى يعني كتسمعو عادية مجموعة واحد بوطن يعني ندخلوا لها. ولكن اما المجموعة الثانية والثالثة والرابعة كنلقاو ديزاكتيفي بوطن، واخا نضغطو ما كيبغاوش. حيت علاش هما مسدودين؟ باقا مربحناهم هذوك المجموعة، واش باقا مربحنا؟ اللي ربحنا المجموعة الاولى نقدر ننتقل للمجموعة الثانية وهكذا. تعاليك يعني شوف المجموعة الاولى. المجموعة واحد تحدي واحد. يعني في المجموعة كاينين بزاف ديال البوابات، يعني كاين تقريبا شي حنا نشوفو شحال كاين من بوابة، يعني شحال كاين من باب. يعني المجموعة فيها 25 باب، كل باب فيه على الأقل 7 جيل الألغاز. عندك الألغاز نشوفو الطريقة ديالهم كيفاش. يعني مثلا أنا ما رابحش البوابة الأولى في المجموعة الأولى، نمشي مثلا البوابة السابعة فما يمكنش، فاني كنضغط ما كتبغيش. يعني لو بغيت نشغل يعني المجموعة التانية ما يمكنش حيت باقي ما رابح. غاسني نمشي حتى البوابة التانية حيت باقي ما رابحتش في المجموعة الأولى. يعني خاصني نربح داك الشيء يعني درجة بدرجة. يعني تشلي نمشي الأول، يعني فاش غنضغط على البوابة الأولى غادي تدخل. ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ خمسة أحرف. ولديه أخ أم خمس أحرف. قاف ميم. يعني هنا عندنا حرف مبعثرة. لام جيم ألف ضاد جيم. عندنا عندك الحرف لام ميم قاف ميم لام ميم لام ألف جيم ميم قاف ميم لم خمسة أحرف. ما هو الشيء الذي يكتب؟ ما هو الشيء؟ ما لم نو شافيا شافيا واتساب أكبر في تيسوي لا تشكبر بارتاج منها. ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ ما هو الشيء الذي يكتب ولا شافيا قاف كاركتير. يعني شو قاف؟ قاف يعني قاف لام مي ألف. يقرأ ولا يكتب ولا يقرأ؟ قاف لام خمسة أحرف. قاف خمسة. ما هو الشيء ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ خمسة لام. وقال يكون القلم. يعني
شي قلم هادو هو الفخ اللي كنطيحو فيه، يعني حيت كتبت قلم قلم قاف لام ميم ثلاثة ديال الحروف، ولكن واقيلا نقصينا الف لام في الاول. نشوفها يعني ها كيف مشت الف لام، كاينين جوج لامات، كاين الف وجوج لامات، يعني الف ولام يعني هي ال واللام مرة أخرى والقاف والميم يعني مثل الألف. شوفوا يعني واش كتبنا ألف لا باقا ما كتبنا والو، ألف لام قلم قاف قاف لام ميم يعني ربحت غير سؤال واحد واخر. شوفوا اللغز الثاني ضغط على الزر يعني المظهر وصلنا يعني السؤال اللغز الثاني. ما هو الشيء الذي يكون أخضر أخضر في الأرض وأسود في السوق وأحمر وأحمر في البيت ولديه خمس أحرف يعني المشكلة دابا تيلا بغيتي غير تخمم ما يمكنش، كني الحروف خاصك تقدر تجمع ما بيناتهم. ما عرفتش صراحة المشكلة ما كايناش حتى المساعدة. يعني مهم كهكا تداو عليك كنبقاو نربحو، يعني حتى كنربحو مثلا البوابة كنمشيو للبوابة التانية كنكملو 25 بوابة كنساليو يعني المجموعة الأولى كنتقل للمجموعة التانية تاهي معرفتش شحال فيها من هدا وهادشي اللي كاين. يعني هدا هو التطبيق، كنتمنى على هنا الإعجاب ديالكم و إلى اللقاء في شرح جديد.